يجد مكانا دائما في المنتخب الوطني، يعني اتحدث عن الماضي، ما حجزت مكان في المنتخب الوطني. المشكله بوجود تخمه من الحراس ام ربما فلسفه السابق المدربين السابقين عن حراس المرمى حرمت السيد صابر من تمثيل المنتخب الوطني لفترات يعني مستمره. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استاذ طاهر، مثل ما قلت انت، يعني انا كنت مع المنتخب اول سنه انسحبت المنتخب الوطني، من اول سنه لعبت، لكن كان بالتشكيله كان هناك نظام بانه الفريق اللي عنده اكثر من 4 لاعبين مبارياته تتسجل في الدوري. احنا كنا 4 3، فكانوا يرجعون للنادي لان حتى لان ما عندهم حراس، بس انا حارس. فكان يعني فاتت علي تقريبا 3 سنوات 4 سنوات ضاعت مني بهالنظام هاي. الى ان بعدين الحمد لله يعني دربت عمر، كان معي يدرب ودرب نفسي انا وعمر والحراس. فمن طورت عمر قلت لهم يعني عمر موجود بعد مكاني اذا انا اروح المنتخب. فبقيت ويا المنتخب من 85 لغايه 93. لكن مثل ما قلت بعض يعني فلسفه مدرب، لو احكيها بصراحه علاقات خلف الكواليس كانت كثير واثرت علي هواي هاي العلاقات. علاقات المدرب مع الحراس اللي زامنوك، علاقاتهم بالمدربين، لو علاقاتهم بالاتحاد السابق. والله مع الكل انا بالضبط ما اريد، بس العلاقات كان مع الكل. انا طبعي كنت اجي بالتمرين وجدي بالتمرين، اول واحد اجي واخر واحد اطلع وما اقصر ولا يعني اعطي كل ما عندي، تبقى البقيه يعني المدرب هو اللي يختار. يعني صارت هواي بعض يعني اعطيني فد شيء. يعني صار لك هواي جمهور ما شافك، هم الناس تسال، هذا واحد مرات يريد يعبر يعني عن اشياء سابقه شويه يتكلم. يعني شنو بالضبط العلاقات؟ يعني اكو حادثه معينه ظاله ببالك؟ شوف انا مو من طبعي يعني اتكلم على شيء على احد ولا لا ارجع مجرد تذكر حادثه. لكن مثل بدي اقول لك شو، انا كنت العب مثل ويا رعد، ويا وقت رعد وفتاح، فكان المدرب شو يقول، انت صغير بعدك، هذول يعني كبار وخبره. فاحنا لازم الخبره يلعبون. كنت اقول يابا حقهم، يعني هذا تفكير مدرب. سنه سنتين ثلاثه الى ان كابتن رعد اعتزل وكابتن فتاح اعتزل، بعدين ويا احمد جاسم، صرت انا واحمد جاسم نفس العمر. زين شنو الخبره بينه وبينه؟ انتم غير تاخذون المستوى الزين بالدوري، تاخذون من الدوري. فبقى احمد جاسم يلعب، وطبعا احمد جاسم يبقى اخو صديق عزيز علي، يعني هاي منافسه شريفه بيناتنا احنا. لكن راي المدرب بانه هو يلعبه هو بس 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 لي تفضل تفضل كابتن. نعم تفضل قول. بس اقول يعني المدربين خو ما المدرب ثابت، يعني نحكي فتره طويله تغيروا المدربين، بس كل المدربين كان عندهم نفس الراي. نفس الراي يعني عندهم نفس الراي، وبعضهم شو يصير بعد ما اجى يعني الحارس قام يجون اصغر مني. شو يقولوا لي؟ يقولوا ها احنا نريد نلعب الشباب حتى يتطورون، انت خبره موجود عندنا يعني موجود. يعني ما افتهمت يعني.